رئيس يعد ملك القرارات الخاطئة والقاتلة أحياناً، هو ديكتاتور ومستبد يساري قومي وإسلامي، عزيز النفس ولاحق قروش السودانيين. رئيس التناقضات جعفر النميري. جعفر محمد النميري ولد العام 1930، ينتسب لإحدى القبائل النوبية شمال السودان. نشأ لأسرة فقيرة عانت كثيرا من التنقل بحثا عن فرصة عمل مناسبة للأب المعيل الوحيد للعائلة. أثناء طفولة جعفر كانت السودان ما تزال تابعة للعرش في القاهرة. التحق بالكلية الحربية مبكراً وتخرج منها في نفس العام الذي شهد انقلاب الضباط الأحرار على الملكية في مصر. عام 1956 عاصر استقلال السودان أثناء خدمته كضابط في الجيش، كما عاصر ثلاث حكومات متعاقبة على حكم بلده منذ استقلاله. كان شغوفاً بعبد الناصر وأفكاره، ونشأ على مبادئ الاشتراكية والشيوعية والقومية. وفي نفس العام الذي قرر القذافي الإطاحة بالملكية في ليبيا، قرر النميري الإطاحة بالحكومة في البلاد، والتي كان على رأسها إسماعيل الأزهري، وعاونه في الانقلاب الشيوعيون والقوميون واليساريون. في تلك السنة كان النميري ما يزال بعمر 39، وكان عقيداً في الجيش السوداني، لكن بعد الانقلاب سرعان ما رقى نفسه ليصبح لواءً ثم مشيراً. افتتح سنوات حكمه بالتضييق على الإسلاميين وبالتحالف مع اليسار، كما كان رئيساً قومياً يهتم بالحضور على الساحة العربية. فبعد عام واحد على توليه الرئاسة سافر إلى الأردن عام 1970 برئاسة وفد لحل الصراع الدائر هناك بين الحكومة الأردنية وفصائل منظمة التحرير، وتمكن من تهريب ياسر عرفات بلباس امرأة ضمن الوفد الذي قاده. كما في نفس العام شهد وفاة قدوته الرئيس جمال عبد الناصر، وحضر الجنازة وأصر على عدم مغادرة القاهرة حتى يتم انتخاب رئيس دائم لمصر، ذلك أنه كان يعتقد أن استقرار مصر مرتبط باستقرار السودان، إلا أن ما حصل كان العكس. فالأمور في مصر استتبت بعد حرب العام 1973، بينما وقع السودان في شرك الحرب الأهلية وتحديداً مع المتمردين في الجنوب. كان النميري يرى بالبطش والقمع الوسيلة الوحيدة لبسط الاستقرار، فرد على الجنوبيين بإرسال الجيش، وهي طريقة استخدمها في قمع الشيوعيين الذين انقلبوا عليه، كما استخدمها مع الحركة المهدية حين أباد الجميع، وحتى داخل الجيش الذي حاول الانقلاب عليه أكثر من مرة. كانت سنوات السبعينات في السودان تحت حكم النميري عبارة عن حروب ونيران مشتعلة في كل مكان. فالرجل كان شاباً مفعماً بالطموحات والأحلام، وأراد بلاداً لها حضورها على الساحة الدولية، لكن دون أن يمهد لها في الأساس. وفي سبيل ذلك اتخذ عدة قرارات وهو نفسه انقلب عليها. فبعد تمكين اليسار والقوميين عاد وانقلب عليهم، كما بعد توقيعه لاتفاق أديس أبابا لحل مشكلة الجنوب والذي وضع حدا للحرب الأهلية الأولى، عاد هو نفسه للانقلاب على الاتفاق وتفجير الحرب الثانية. وأكثر من ذلك قام النميري بتأميم البنوك والشركات في بلاده، لكنه عاد فجأة لجلب شركات أمريكية للتنقيب عن البترول، ولم يقف تناقضه عند هذا الحد. فمن المعسكر الاشتراكي تحول للمعسكر الغربي، وبات حليفا للأمريكيين،
وأيضاً حارب الإسلاميين المطالبين بتطبيق الشريعة، ثم عاد هو نفسه لفرض دستور إسلامي للبلاد عام 1983، وبات أشبه ما يكون بأمير المؤمنين، وذلك بعد فرضه للقوانين الدينية، بالإضافة إلى أنه هو نفسه من اختار جون قرنق لقيادة حملة لقمع الجنوب. فقام قرنق بالانقلاب عليه والانضمام للتمرد وقيادة الجيش الشعبي لتحرير السودان. اتسمت فترة حكم ماري بكثير من عدم الاستقرار بعكس ما كان يريد، ونمت في عهده حركات معارضة وتمرد عديدة ستبطئ من وصول السودان للاستقرار، كما كانت ضربته الأقوى للاقتصاد حين أشعل الحرب الأهلية الثانية، وحين فرض دستوراً جديداً للبلاد عام 1983، الأمر الذي هوى بعملة السودان وباقتصادهم، كما شهدت تلك الفترة حملته الشهيرة التي أسماها قرش الكرامة، حيث دأب القذافي على معايرته ب4 ملايين دولار قدمها دعما للماري، وأراد الماري سدادها لكنه لم يجد في الخزينة ما يكفي، فطلب من السودانيين التبرع ولو بقرش لسداد دين القذافي، ليأتي العام 1985 ويكون آخر عام له على كرسي الحكم. بعد ثورة شعبية وانتفاضة انحاز الجيش لها حين كان الماري في رحلة علاجية للولايات المتحدة، فطلب منه قائد الجيش آنذاك سوار الذهب عدم العودة للخرطوم والتوجه للقاهرة، لتتحول بعد ذلك السودان لبلد ديمقراطي، وينتخب حزب لقيادة البلاد يرأسه الصادق المهدي، ثم يأتي ضابط آخر في الجيش يدعى البشير ليعيد السودان لنفق الأزمة، وليذكر أن كثيراً من انقلابات العسكر في المنطقة لم تجر سوى الويلات على شعوبها. أثناء كل ذلك كان الماري مقيماً في مصر، إلا أنه مع مطلع الألفية الجديدة قرر العودة للسودان، وأسس حزباً لم يجد له حاضنة شعبية حتى توفي عام 2009، قبل أن يشهد حقبة جديدة مرت على السودان. فبعد قرابة العامين من وفاته انفصل الجنوب رسمياً عن الشمال، كما بعد 10 سنوات أخرى من وفاته خرجت ثورة جديدة في السودان أطاحت بالبشير ووضعت قدماً للسودان على طريق الديمقراطية، وينتظر السودانيون اكتمالها والتخلص من أعباء الماضي التي كان للماري والبشير اليد الطولى فيها.